سيد مدير العام، خليه يعرض المدير العام. تفضل سيد. كل حال ربما الإخوة كانوا يشاركوا معنا في السنوات الماضية بالاحتفال باليوم الوطني للشهيد الفلسطيني منذ حوالي 20 سنة، وفي السنة الماضية كنا أسسنا بمناسبة اليوم الوطني للفلسطيني أو جمعية للتضامن أو اللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق لسيد محمد طاهر ديلمي الذي هو مريض، نتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله. في هذا الإطار كما تعرفوا منذ في 2018 كنا مضينا اتفاقية مع السيدة أرملة الشهيد الرمز أبو جهاد لرئيسة رعاية أسر الشهداء، وهي الاتفاقية التي تجعلنا يعني من كل سنة نحتفل بكل المناسبات الفلسطينية، وكذلك الجمعية جمعية رعاية أسر الشهداء يحتفلوا بكل الأيام والأعياد الوطنية الجزائرية. طبعا باسمكم جميعا وباسم السيد الرئيس المدير العام لجارية المجاهد خونا سي محمد كرسي، أرحب ولو أن ما رحبوش بهم لأنهم هم في بيتهم. طبعا نرحب بأخونا السيد نزيه بن رمضان مستشار السيد رئيس الجمهورية المكلف بالجالية الجزائرية بالخارج والمجتمع المدني، وكذلك بالمجاهد الرمز محمد طاهر عبد السلام اللي طبعا كان له مسار طويل مع الشهيد الرمز ياسر عرفات، وكذلك دكتور محمد الحسن الزغيدي الذي سيقول كلمة بعد لحظات باسم اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الفلسطيني. بداية يسعدنا أولا شرف كبير للمنتدى أن يستضيف كل فصائل الفلسطينية الموجودة بالجزائر، وهذا شرف كبير لنا. ثانيا نتوجه بالشكر الجزيل إلى وسائل الإعلام اللي حضرت معنا لتغطية هذا الحدث الهام والهام جدا، وطبعا نحن شركاء مع سفارة دولة فلسطين بالجزائر. ويتفضل صديقنا وأخونا الأستاذ هيثم عمائري المستشار الإعلامي بالسفارة أولا ليقول كلمة وكذلك ليتكلم عن الحدث كحدث. تفضل الأستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق النبي الأمين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. في البداية أصالة عن نفسي ونيابة عن الأخ السفير المتواجد في فلسطين في مهمة نضالية أخرى، ومعي طاقم السفارة وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية وممثل حركة حماس في الجزائر. باسمهم جميعا أشكر السيد مستشار رئيس الجمهورية لمنظمات المجتمع المدني السيد نزيه بن رمضان، والشكر موصول مدير العام لجريدة المجاهد السيد محمد كرسي. أيضا الشكر موصول للمجاهد الكبير سيد الحاج محمد الطاهر، والشكر موصول للمؤرخ الدكتور الحسن الزغيدي. طبعا لا ننسى الشريك الدائم معنا جمعية مشعل الشهيد متمثلة بالسيد محمد عباد. الشكر موصول أيضا لجميع الحاضرين كلهم باسمه وجميل واسمه، ولوسائل الإعلام التي علت الشأن الفلسطيني دائما وكانت شريكة معنا في كل مفاصل النضال. وفي هذا المقام نقدم الشكر للجزائر رئيسا وحكومة وشعبا على دعمه للحق الفلسطيني، حقه في العودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. اليوم نحيي اليوم الوطني للشهيد الفلسطيني، وهو السابع من جانفي من كل عام،
قبل الغوص في هذه المناسبة نسجل إكبارنا وتقديرنا وفخرنا ودعمنا لأسرى الحرية الأبطال الذين يخوضون نضالا مشرفا وقاسيا، هم الشهداء الأحياء. ونقول بأن ما وصل إليه الشهيد الأسير البطل هشام أبو هواش الذي خاض إضرابا لأكثر من 140 يوما، يعني بالأمس كان 141 يوما، حقق النصر ليعلي قضية الأسرى، هو واحد منهم. هؤلاء الأسرى الذين يمتد عددهم الآن موجود 4700 أسير، يمتد إلى 7500 أسير. الاعتقال الإداري هناك حوالي 500 أسير يعتقل إداريا. ما معنى الاعتقال الإداري؟ الاعتقال الإداري هو إلقاء القبض على الفلسطيني لحجة ما دون إبراز السبب ودون تحديد مدة الحكم لهذا الأسير الفلسطيني. ويمتد هذا الاعتقال الإداري لبعض المناضلين لأكثر من 50 شهرا يتم تجديده بشكل تلقائي. إظهار هذا النصر الكبير للأسرى، لأن بعضهم قد وصل لأكثر من 40 عاما، إذا كان هناك مانديلا الأفريقي الذي نفتخر به كلنا على مستوى الأسرة العالمية، هناك أكثر من مانديلا موجود في فلسطين. هؤلاء الأبطال لهم منا كل الاحترام والتقدير والإجلال، وعليه كانت مواقف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس معلنة وصريحة وليس فيها لبس، بأن كل إمكانيات السلطة والدولة الفلسطينية مستمرة لدعم ومساندة الأسرى، ولو بقي قرشا واحدا لدينا سنعطيه ونقدمه للشهيد والأسير والجريح لأسرته. هو الشيء الذي دعا الأعداء لحصار مالي وسياسي قل مثيله من أجل دفعها للتنازل عن هذه المواقف اتجاه أبناء شعبنا. الاحتلال الصهيوني يقوم بحجز جثامين الشهداء من عام 1967 إلى الآن. هناك 253 جثث أبطال من فلسطين قدموا أرواحهم من فلسطين ومن البلدان العربية، محجوزة في مقابر الأرقام. في مقابر الأرقام أيضا للأسف لا يعرف أهل الشهيد أين مدفون، أين قصته حكايته. البعض من الأسر الفلسطينية بعد 40 عاما علموا بالقصة لابنهم أو لأخيهم أو لأبيهم أين تم استشهاده وأين موجود في أي مقبرة من مقابر الأرقام. تخيلوا في العامين الماضيين فقط إلى الآن يزيد عن 30 جثمان للشهداء، منهم أنتم تعلمون بأن في كل يوم في هناك عمل نضالي مكرس داخل الأرض الفلسطينية وخاصة في القدس وأكناف بيت القدس. 30 جثة للأسف يتم حجز جثامينهم ولا يريد أن يعطوهم لأهاليهم. لماذا؟ لأن بكل بساطة هذه الإجراءات التي يقوم فيها العدو الصهيوني هي بنشمنت، يعني هي عقوبة للفلسطيني للشعب الفلسطيني لكسر إرادته ولإرسال رسالة لكل من يحمل السلاح، سواء في الانتفاضة الشعبية، سواء بالخطاب الإعلامي، سواء في الخطاب السياسي، سواء من تزنر بالمتفجرات، بأن ليس هناك أمل للفلسطيني ليحرر نفسه. بكل بساطة عليكم أن تذعنوا لهذا الاحتلال. لن أطيل، ولكن أقول بأننا رفعنا التحدي في النضال من أجل أن يكون لنا مكانا تحت الشمس بكيانية وطنية نستظل بها، وهي دولة فلسطينية مستقلة وعودة اللاجئين وعاصمة هذه الدولة القدس. لأجل ذلك سنتصدى بصدورنا العارية وبكل ما نملك من أجل تحقيق حلم الشهداء. الشاعر الفلسطيني معين بسيسو قال: رحل الشهداء ولسان حالهم يقول: أنا إن سقطت فخذ مكاني يا رفيقي في الكفاح، واحمل سلاحك لا يخفك دمي يسيل من الجراح،
أنا لم أمت، أنا لم أزل أدعوك من خلف السلاح. شكرا لإصغائكم وبارك الله فيكم. كيف أخي محمد بالنسبة للرسالة؟ الرسالة تفضل. طبعا كما تفضل الأخ محمد عباد، نحن شركاء، والجزائر أيها الإخوة قسمت الوجع والفرح مع الفلسطيني، وما دعوتها للندوة الفلسطينية للندوة الفصائل الفلسطينية إلا لأن دورها تاريخيا وفي التاريخ الحديث أيضا تريد أن تضمد الجراح الداخلية للوجع الفلسطيني. هناك وجع، هناك عطالة، هناك استعصاء في الحالة الفلسطينية على صعيد الفصائل الفلسطينية. الشعب الفلسطيني موحد كله، آن الأوان للفصائل المنظمة التحرير، لفصائل العمل الإسلامي أن تتفق على كلمة سواء من خلال برنامج وطني واحد. من عام 1907 هذا الشقاق الفلسطيني بعدما ما تم في قطاع غزة الحبيب المحاصر لأكثر من 15 عام، القيادة الفلسطينية على رأسها القائد محمود عباس سعى كل الجهد ومن خلال منظمة التحرير الفلسطينية التي تقود النضال الفلسطيني في حوارات القاهرة واسطنبول، والآن هذه الدعوة الكريمة من الجزائر. أدعو الفصائل الفلسطينية وهي دعوة أخوية صادقة، نحن لا نعلم أحدا. الفصائل الفلسطينية هي عنوان مقاومة وصمود وقتال. حركة فتح التي أشعلت الكفاح المسلح، فصائل منظمة التحرير التي كانت شريكة مع 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 حركة فتح، وتم تأسيس منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، تريد لهذا الجرح أن يندمل على قاعدة أننا كلنا وطنيون وأنها علينا أن لا نكفر أحد ولا نخون أحد. هذه الدعوة الكريمة من الجزائر على الفصائل الفلسطينية أن تضع ميقات ساعاتها على ميقات توقيت القدس، واعتقادي نستطيع أن نردم الهوى وأن نعطي دفعة قوية للشقيق الجزائر للذهاب إلى القمة العربية بصوت وطني فلسطيني موحد، نستطيع ذلك كلنا. الأخت أم جهاد اللي هي انتصار الوزير التي تقوم بعمل عالي من خلال مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ألا مؤسسة الأسر الشهداء والجرحى، أتت إلى الجزائر وتم هناك توقيع اتفاق مع جمعية مشعل الشهيد، وتم استقبالها من عديد من العناوين الجزائرية، تم توقيع هذا الاتفاق لنعلي بكل بساطة الجزائر تستطيع أن تقدم وتقدم كل ما عليها. نحن الفلسطينيون فقط علينا أن ننظر لأنفسنا في المرآة ونجد أين دائرة الخلل. كلمة التي أرسلتها الأخت أم جهاد لهذا المقام الطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. السيد محمد عباد رئيس جمعية مشعل الشهيد، أعضاء الجمعية المحترمين الحضور جميعا كل باسمه ولقبه وما يمثل، أبرق لكم آيات الشكر والتقدير والعرفان بحياء اليوم الوطني للشهيد الفلسطيني والذي يصادف 7 من جابي من كل عام. ومن خلالكم الشكر للشقيق الجزائر رئيسا وحكومة وشعبا على تلاحمه الحقيقي مع نضال الشعب الفلسطيني تاريخيا وفي كل المحافل، محافل النضال الوطني الفلسطيني. وفي أيامنا هذه تعبر الشقيقة الجزائر ومن خلال قادتها وفي مقدمتهم السيد الرئيس عبد المجيد تبون والذي أعلى الخطاب الرسمي العربي ورفع الحضور للقضية الفلسطينية في كل المحافل ذات العلاقة في ظل حالة التخلي والخذلان والتطبيع مع العدو لعدد من الأشقاء العرب، محددا أن دوركم هو الدعم والمساندة والمشاركة في تحرير المقدسات عماد الأمة، وإلا كما أسماها أكلتم يوم أكل الثور الأبيض. نعم هذه هي الجزائر التي وقفت مع حركات التحرر وفي كل المنعطفات عن دعمهم ومساندتهم لأم القضايا التحررية. لكم من فلسطين أيها الأشقاء أيها الأحباء، لكم منا، لكم في فلسطين أيها الأشقاء ما لنا، لكم الماضي والحاضر والمستقبل في ذكرى ثورة نوفمبر 67 وفي ذكرى ثورة الشعب الفلسطيني وانطلاق ثورته المجيدة 57، نقول إخوتكم في فلسطين وفي كل المنافي
صباح كل يوم ينشد الحرية والانعتاق من العدو الصهيوني الغاصب، ويدفع كل يوم فاتورة الحرية. لديه اليقين بأنه قادر على دحر العدو وإزاحة روايته الخرقاء والكاذبة بأن فلسطين المقدسة ميراث الأنبياء، ميراث الآباء والأجداد، هي له وهي أرض ميعاده. منذ بداية العام 2021 حتى الآن أكثر من 350 شهيدا، هي جزء من مهر الأرض الطاهرة، تدمير مئات البيوت تهويدا للأراضي الفلسطينية، حصار للقرى والمدن والمداشر. كل ذلك لن يزيدنا إلا تصميما ورسوخا بالثبات والتمسك بميراث الشهداء والأسرى والجرحى. إحياء اليوم الوطني للشهيد هو وعد وعهد، هو وعد وعهد للذين سبقونا في الشهادة والذين بذلوا أغلى ما يملكون حياتهم ليفرشوا طريق العودة والتحرير والانتصار. هؤلاء الشهداء هم جزء من شهداء الجزائر الذين أعطوا الأمثول في التضحية والوفاء للأرض والشعب الجزائري. أيها الإخوة، أيها الأخوات، أمة تحيي اليوم الوطني لشهيدها لا خوف على مستقبلها. سنحقق النصر بإذن الله، ونقيم الأفراح في أرض فلسطين، ونعلي آمال وأحلام الشهداء معا وسويا حتى النصر. والسلام عليكم. أختكم انتصار الوزير أم جهاد. بارك الله فيك. شكرا للأخ هيثم ميري ممثل سفارة فلسطين بالجزائر، وأدعو إلى المنصة أخ محمد عثمان ممثل حركة حماس فليتفضل. مشكور سيد المدير. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة الحضور الكرام، كل باسمه ووسمه وصفته، سيد مستشار رئيس الجمهورية أستاذ نزيه بن رمضان، السيد رئيس جمعية مشعل المجاهد الأستاذ محمد عباد، السيد رئيس مجلة المجاهد الأستاذ محمد كرسي، سعادة المستشار الإعلامي في سفارة فلسطين أستاذ هيثم عمايرة، المجاهد الكبير الأستاذ الفاضل سي محمد الطاهر، السادة ممثلي الفصائل الفلسطينية، السلك الإعلامي، الحضور والمناضلون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم هنا على أرض الجزائر، هذه البلاد التي تحشد خلف اسمها كل معاني النضال وكل معاني التضحية وكل معاني الأنفة والشموخ والانتصار للحقوق. الجزائر التي على مر التاريخ خاضت نضالا دمويا ضد أعتى استعمار عرفته البشرية، الاستعمار الفرنسي، ولم تتخلى عن واجب نصرة المظلوم حتى بعد أن نالت استقلالها، وقالت أن استقلال الجزائر لن يكتمل حتى نرى استقلال فلسطين ماثلا على أرض العروبة والإسلام. هذا الموقف الخالد وهذه المواقف المشرفة للجزائر تدعونا للفخر حقيقة، نحن كشعب فلسطين وكفصائل فلسطينية متواجدة على أرض الجزائر، أن نقول بكل صراحة أن ما تبذله الجزائر اليوم لنصرة القضية الفلسطينية في هذا الوقت العصيب التي تتعرض فيه دول وكيانات عظمى لضغوط للرضوخ للإرادة الإسرائيلية هو موقف مشرف، هو موقف يدعو للفخر، يدعو للإشادة من جميع أحرار العالم بهذا الموقف الخالد. نحن نشد على أيدي الجزائر في هذه الوقات التي تتعرض فيها
الجزائر لضغوط أمنية وعسكرية بفعل هذا التطبيع المشين الذي يجتاح هذه المنطقة. للجزائر دور مشرف في قطع دابر التوسع الصهيوني في القارة الأفريقية، هذه القارة التي عانت أكثر من غيرها من القارات من ويلات الاستعمار، وأصبحت اليوم دولة مواجهة للكيان الصهيوني، كما هي فلسطين أيضا دولة مواجهة مع هذا المحتل الغاشم. لذلك هذه الدعوة الكريمة التي جاءت على لسان فخامة الرئيس عبد المجيد تبون للقاء فصائلي على أرض الجزائر هي دعوة لاقت الترحيب، وكانت حركة حماس من أوائل الفصائل التي رحبت وأشادت وأدت استعدادها لإنجاح هذه المبادرة ولإعطائها الزخم السياسي المطلوب، سيما كما ذكرنا في هذا الوقت العصيب الذي تتعرض له القضية الفلسطينية والمنطقة العربية عموما لهذا الاختراق الصهيوني الذي لا يخفى خطره عليكم جميعا. أيها الأخوة أيتها الأخوات، جئنا اليوم لا لنحتفل بالشعارات وبالكلمات فقط، فما تتعرض له الأمة وما تتعرض له مشروعها الحضاري وفعاليتها الحضارية اليوم أكبر من أن نتمسك بشعارات أو نرفع شعارات أو ننادي بهتافات. التضامن الحقيقي الذي يريده شعب فلسطين وتريده الأمة العربية اليوم هو الفعل على الأرض، وأول هذا الفعل نحن متفقون أنه يجب أن تتوحد الفصائل الفلسطينية على كلمة سواء، ولكن نقولها بكل صراحة وبكل وضوح، الوحدة كما تفهمها حركة حماس هي ليست فقط في الشعار وفي الصورة وفي الشكل، وليست أيضا تقتضي بالضرورة وحدة بنيوية في اندماج جميع الفصائل فيما بينها. فأنا أثني على ما ذكره سعادة المستشار بأن لكل فصيل رؤيته وإيدولوجيته التي يناضل من خلالها ويكافح من خلال هذا الوجود الإسرائيلي، ولكننا نريد أن نتوحد على استراتيجية نضالية واحدة نخوضها معا في الميدان، ونريد أن نشارك أيضا كل مكونات شعبنا الفلسطيني في هذا النضال وفي هذه الاستراتيجية النضالية. معركة سيف القدس الأخيرة أثبتت نعم أن شعبنا الفلسطيني موحد كما ذكرت سعادة المستشار، هو موحد خلف مشروع المقاومة الشاملة بكل أشكالها وفي مقدمتها المقاومة المسلحة، ولا يريد أن يضيع أكثر من هذا الوقت الذي ضاع وراء اللهاث حول المفاوضات والتسويات وما إلى ذلك. آن الأوان الآن لننفض عن أنفسنا كشعب فلسطيني كل عوامل الفرقة والانقسام، وأن نتوحد خلف مشروع جهادي نضالي يعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية. نحن معنيون بإنجاح كل جهد عربي لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية في الوقت الذي تتعرض له القضية الفلسطينية لمحاولات التصفية ومحاولات نسف الحقوق الفلسطينية وتجاوزها. نحن معنيون لإعطاء الجزائر الدور الأكبر في هذا المشروع باعتباره دورا تاريخيا، وباعتبار أن الجزائر تدفع أثمان هذا الموقف الذي يدافع عن الحقوق الفلسطينية. ونحن أيضا وكما اطلعنا على مواقف الفصائل أيضا كلها تشاركنا الرأي بأن هذه الندوة التي دعا لها الرئيس يجب أن تعطى لها الزخم ويعطى لها الدعم الكافي لعقدها، سيما أنها تأتي بين يعني يدي القمة العربية، تلك القمة التي يطلق عليها من الآن قمة فلسطين. نريد نعم أن نرى إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية وللحقوق الفلسطينية، وأن نرى الشعوب العربية تدافع مرة أخرى عن القضية الفلسطينية وتقف في وجه كل من يحاول أن يتاجر بهذه الحقوق. أشكر لكم هذه الدعوة الكريمة أستاذ محمد عباد، وأتشرف بوجودكم جميعا بينكم في هذا اليوم، ونلتقي إن شاء الله بإذن الله على أرض فلسطين المحررة في القدس وفي حيفا وفي يافا وفي غزة وفي الخليل، ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. طبعا يتفضل الآن محمد الحمامي ممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بكلمة، فليتفضل. مشكور. سيد مستشار رئيس الجمهورية الأخ الفاضل والعزيز
نزيه بن رمضان. على يميني الصديق المناضل الجزائري الفلسطيني محمد عباد، كل الشكر والتقدير والاحترام لجهوده الكبيرة في خدمة القضية الفلسطينية. على يساري رئيس جريدة المجاهد التي تضع على صفحاتها قضية فلسطين كأولوية وتوجه كل الدعم والإسناد لنضال شعبنا الفلسطيني، ليطلع الرأي العام وليطلع الشعب الجزائري على تضحيات ونضالات شعبنا العظيم في وجه الاحتلال الصهيوني الغاشم لأرضنا الفلسطينية. كل التحية والتقدير والمحبة للمجاهد الكبير الحاج محمد الطاهر. تحياتي للأخ هيثم العماري المستشار الإعلامي في سفارة دولة فلسطين. إخواني، إخوة النضال، إخوة السلاح، إخوة الدم المشترك، إخوة التلاحم الميداني في وجه العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني. أسرة الإعلام، الحضور الكريم، بداية أنقل لكم تحيات شعب فلسطين، شعب فلسطين الصامد المقاوم في القدس، جوهرة المدن، عاصمة دولة فلسطين الأبدية. تحيات شعب فلسطين في مدن الضفة الفلسطينية الذين يواجهون الاحتلال واعتداءات قطعان المستوطنين بشكل يومي وممنهج من قبل دولة الإجرام والاحتلال لنهب المزيد من الأرض وتوسيع الاستيطان وضم الأرض الفلسطينية. تحيات شعب فلسطين في قطاع غزة، أعظم شعب على وجه الأرض، الذي تحدى وتحمل 4 حروب كبرى من أجل النيل من إرادته ومن أجل النيل من عزيمته. فاستطاع شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة أن يواجه العدوان الإسرائيلي بكل شجاعة وبكل قوة، والتحمت فصائل العمل الوطني الفلسطيني. فتحية من أرض الشهداء، أرض الجزائر، إلى كل الأذرع العسكرية المقاومة التي تواجه وتجابه أي عدوان غاشم إسرائيلي على شعبنا الفلسطيني. تحيات شعبكم، شعب فلسطين، في مخيمات اللجوء والشتات، في مخيمات المعاناة في لبنان، الذين يعيشون أصعب الظروف الإنسانية. تحيات شعب فلسطين في سوريا، سوريا التي أراد العرب أن يدمروها لتستطيع إسرائيل أن تكون أكبر قوة في المنطقة للسيطرة على مقدرات وشعوب المنطقة العربية. تحية، كل التحية للشعب الجزائري العظيم ولا المنتخب الجزائري الذي رفع علم فلسطين وأحيا قضية فلسطين في وسط الملاعب في دولة قطر، عندما هتف الجزائريون وهتف العرب تحيا فلسطين، تحيا فلسطين. تحية من أعماق كل طفل وكل امرأة فلسطينية وكل شاب فلسطيني وكل مقاوم فلسطيني يحمل السلاح، إلى كل أسرة جزائرية. الجزائر التي تقف ووقفت ولا زالت وستبقى مع الشعب الفلسطيني حتى إحقاق حقوقه الفلسطينية. عميق امتناننا وشكرنا وتقديرنا من شعب فلسطين ومن فصائله إلى السيد الرئيس عبد المجيد تبون، الذي خرج ليدعو الفصائل الفلسطينية لململمة الشمل الفلسطيني من أجل وضع استراتيجية فلسطينية أساسها الوحدة الوطنية والمقاومة بكل أشكالها حتى يرحل الاحتلال، يحمل عصاه ويرحل عن أرضنا الفلسطينية. خرج السيد عبد المجيد تبون ليواصل مسيرة الزعيم هواري بوميديان عندما قال: نحن نرفض التطبيع ولا نهرول للتطبيع. فهذه الجملة تعني نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. فكل الشكر والتقدير للقائد العربي الكبير الذي خرج وسط هرولة الأنظمة العربية وطعنوا الشعب الفلسطيني وقضيته بخنجر مسموم من أجل تصفية حقوقه الوطنية المشروعة بعودة اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. شعبنا الفلسطيني يراهن على الجزائر وعلى دورها التاريخي والكبير. الدعم المعنوي والمادي لا يمكن إلا لجاحد أن ينكره. الجزائر التي كانت على أرضها يجتمع الشهيد القائد ياسر عرفات وجورج حبش ونايف حواتمي ويخرجوا من أرض الجزائر موحدين. آن الأوان
للفصائل الفلسطينية أن تنهي الانقسام داخل منظمة التحرير وخارجها. أنا الأوان للملمة صفوف شعبنا الفلسطيني لمواجهة التحديات الكبرى التي تتعرض لها القضية الفلسطينية. أنا الأوان لأن يمتلك الجميع الإرادة السياسية من أجل إنهاء الانقسام المدمر على حقوق شعبنا الفلسطيني، لنواجه معركة التحدي ومعركة الاستقلال، لنواجه معركة الصمود في وجه هذا العدوان الذي ينال من الشجر ومن البشر ومن الحجر. لكن إرادة وصمود شعبنا الفلسطيني وإرادة وصمود أسرانا البواسل في سجون الاحتلال أرغمت هذا الاحتلال أن يصغر أمام إرادة الأسير البطل هشام أبو هواش الذي انتصر على جلاديه وأذعنت إسرائيل ووافقت على الإفراج عنه وعلى إنهاء ملفه الإداري. كل التحية والتقدير لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال، ونطلب من الجميع استمرار دعم وإسناد الحركة الأسيرة حتى يخرج أسرانا البواسل وأبطال من سجون الاحتلال. كل التحية والتقدير لشعبنا الفلسطيني على نضاله وعلى صموده وعلى تمسكه وعلى تحديه للمستوطنين وقطعانهم على صموده وتحديه في المدن الفلسطينية الذين يواجهون جيش الاحتلال الإسرائيلي. كل التحية والتقدير إلى كل أحرار العالم الذين يقفون إلى جانب الحق الفلسطيني من أجل استرداد حقوق شعبنا الفلسطيني، وشكرا لكم. شكرا الأخ محمد حمامي ممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وأدعو الأخ علاء الشبلي في كلمة بالمناسبة. وعلاء الشبلي هو ممثل جبهة النضال الشعبي الفلسطيني. قال لك تعبان، قلنا له كلمة تحية للحضور. تفضل سي علاء. السلام عليكم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الشهداء أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر. في البداية نشكر الحضور كلهم بمقامه، وأشكر الصحافة الجزائرية على هذا المسعى الجميل. اليوم نحيي يوم الشهيد الفلسطيني. طبعا نوجه التحية والشكر للشعب الجزائري قيادة وشعبا على هذه المبادرة اسمحوا لي يعني تعبان معه. وتحية إلى كل مناضل على أرض الوطن، وتحية إلى كل فلسطيني يسعى جاهدا لتحرير فلسطين. شكرا لكم، اسمحوا لي. أهلا فيك. فكل حال قعدوا لنا كلمتين، كلمة دكتور محمد الحسن الزغيدي عن اللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق، نيابة عن الأخ محمد طاهر ديلمي، ثم نختم بكلمة للمجاهد الرمز سي محمد طاهر عبد السلام، واللي هو رفيق الشهيد الرمز ياسر عرفات، وفي نفس الوقت ربما صديق كل فصائل الفلسطينية. هذا ما فيهش سي محمد طاهر عبد السلام هو الناطق الرسمي باسمكم جميعا. دكتور تفضل في كلمة، ثم في الأخير نأخذ صورة جماعية مع كل فصائل مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أخي الكريم مستشار سيد رئيس الجمهورية للمجتمع المدني سيدي رمز الفاتح من نوفمبر العقيد محمد طاهر عبد السلام، ورمز للنضال العربي. حينما نقول محمد طاهر عبد السلام نقول كل الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية. تحية لكل ممثلي الفصائل الفلسطينية، تحية إلى الحضور، تحية إلى ممثل السفارة الفلسطينية وكل الحضور. حقيقة إن التضامن مع الشعب الفلسطيني، هذه الكلمة في الجزائر أصبحت لا تعني مفهوما محددا،
وإنما معناها الحقيقي هي أنه ليست هناك هيئة أو مجموعة مهما كانت أن تريد أن تمثل الشعب الجزائري أمام الشعب الفلسطيني. فالجزائر قيادة وشعبا بكل جوانبها، بكل حساسيتها، بكل رموزها، من رئيس الجمهورية إلى أصغر شاب في أقصى مدرسة في الخريطة الجغرافية للجزائر، فهو مع القضية الفلسطينية ومناصر لفلسطين. مناصرة فلسطين مع الجزائر هي استمرارية للتاريخ منذ أن ظهرت القضية الفلسطينية كقضية تحرر على وجه الأرض، منذ 1917 حينما كان الوعد المشؤوم. كانت مباشرة هناك لجان على أرض الجزائر وهي محتلة تحت الاحتلال، قامت بإعداد لجان من أجل مناصرة القضية الفلسطينية إلى جانب القضية الجزائرية. وكان الوفد الجزائري في مؤتمر القدس في سنة 1919 لمناصرة القضية الفلسطينية. كانت الحركة الوطنية الجزائرية في العشرينيات وفي الثلاثينيات كانت تدافع عن القضية الفلسطينية في كامل صحافتها. كانت سنة 1948 في شهر ماي وفي شهر جوان أن تشكلت في الجزائر لجانا على مستوى المدن الكبرى والقرى لجانا لمناصرة القضية الفلسطينية، وجمعت التبرعات من أجل الوقف لفلسطين. لا توجد دشرة أو قرية أو مدينة في أرض الجزائر ليس بها وقف لبيت المقدس. فالجزائري كان قبل أن يموت يوقف جزءا من أملاكه لبيت المقدس. ولذلك فهذه التحرر أيضا لما جاءت الثورة التحرير الوطني الكبرى كان مناضلوها ومفجروها على قناعة تامة يتقاسمون النضال مع الشعب الفلسطيني. فكان ممثل الجزائر في الهيئات الدولية وفي المؤتمرات والندوات الدولية العمالية الطلابية النسوية التجمعات الجمعوية كانت القضية الفلسطينية دائما شريك للقضية الجزائرية. في الاستقلال أعلن قادة الثورة قادة الجزائر في سنة 62 أن استقلال الجزائر ما يبقى ناقصا ما لم تلتحق باستقلال فلسطين. لما جاء الرئيس بومدين أعلن مباشرة أن الجزائر مع القضية الفلسطينية أو مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. لما جاء الحراك الوطني المبارك حراك التغيير كانت شعاراته كانت لافتاته كان العلم الفلسطيني بجوار أخيه العلم الجزائري جنبا إلى جنب، تزين العاصمة وتزين القرى وتزين المناشر وتزين المسيرات. وكان خطاب أول رئيس جمهورية بعد التغيير بعد الحراك أن قال أن فلسطين خط أحمر، أي مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. اليوم فلسطين خط أحمر لا للهرولة. إذن أن فلسطين أصبحت ثابتا أساسيا من ثوابت المفهوم النضالي اليومي للجزائر. ولذلك نشاهد أن كل الجزائريين في كل مناسباتهم رياضية أو احتفالية إلا ونجد العلم الفلسطيني يجوب ملاعب العالم، يجوب مراكز العالم، حيث ما يوجد الجزائري له علمان، العلم الفلسطيني والعلم الجزائري. أيها الإخوة، إن يوم الشهيد لفلسطين لها الحق أن يكون لها يوم للشهيد. هذه القضية التي مرت عليها عشرات السنين وهي تربو على القرن من النضال، من التدمير، من التجويع، من الاعتقالات، من أن كل أشكال أنواع الموت التي عشناها في الجزائر تعيشها اليوم فلسطين، وهي سليبة وهي أيضا محجزة وهي منهوبة. ولذلك هذه النكبة التي تعيشها فلسطين من حقها أن يكون لها يوم للشهيد، ليقف العالم كله أمام هذا الرمز. لأن الشهيد ليس شهيد
فصيل وليس شهيد تنظيم، وإنما هو شهيد فلسطين، هو شهيد فلسطين. ولذلك أيها الإخوة، حينما نحتفل في الجزائر بيوم الشهيد الفلسطيني، وحينما نوقع في الجزائر عبر رمزنا وهي جمعية مشعل الشهيد مع رمزية يعني أم جهاد التي تحمل جمعية رعاية الأيتام وأبناء الشهداء، حينما نضع هذه التوأمة إنما هي في الجزائر، لأن الجزائر هي أحق وأعلم وأدرى بمفهوم الشهيد ومكانة الشهيد. هذه الجزائر التي دفعت 10 مليون شهيد خلال قرن 32 سنة من الثورات. ولذلك ما هي رسالة الشهيد الفلسطيني اليوم؟ رسالة الشهيد الفلسطيني اليوم هي تدعوكم، أنا شهيد لفلسطين وليس شهيد لفصيل، وإنما عليكم أن تكونوا يا فصائل، فصائل فلسطين لا سوى غير فلسطين. قالها الرئيس بومدين في مؤتمر طلب الفلسطينيين: لا نريد منكم أن تكونوا فصائل، لا نريد منكم أن تكونوا فلسطينيين تابعين لدولة من الدول العالم العربي، وإنما نريد منكم أن تكونوا فلسطينيين فقط دون سواها. إذن هذه رسالة الشهيد الفلسطيني، هي الدعوة للوحدة الفلسطينية، هي الدعوة للالتئام العضو الفلسطيني. أيها الإخوة الكرام، عاشت الجزائر 90 عام من المقاومة، من 1832 إلى 1920 من المقاومات، مست كل خريطة الجمهورية الجزائرية، لكنها لم تحقق النصر رغم أنها قدمت الملايين من الشهداء. لماذا؟ لأنها لم تكن موحدة. 90 عام من المقاومة لم نحقق الاستقلال، وفي 7 سنوات ونصف حققنا أعظم استقلال على وجه الأرض. لماذا حققناه في 7 سنوات؟ لأنها توحدت هذه المقاومات وأصبحت مقاومة واحدة بقيادة واحدة بهدف واحد بشعب موحد على أرض واحدة، فهزمنا الحلف الأطلسي ومن معه. ولهذا الجزائر التي تعرف معنى للوحدة، الجزائر التي تعرف معنى للاتحاد، الجزائر التي تعرف معنى للأخوة، تدعو فصائل الفلسطينية لأن تكون مثل جبهة التحرير الوطني الجزائرية موحدة أخوة، وبالتالي تستطيع أن نستطيع أن نقول بعد لقاء الجزائر أن اللقاء على القدس وعلى أرض القدس سيكون قريبا بإذن الله. وشكرا، السلام عليكم. كل حال شكرا الدكتور محمد الحسن الزغيدي على هذه المداخلة باسم اللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق. ونختم بكلمة المجاهد سي محمد الطاهر. حياك، تحية، حي الناس اللي هنا. تفضل سي الحاج. سي الحاج محمد طاهر عبد السلام، رمز من رموز ثورة نوفمبر 54، ورمز من رموز الكفاح أو النضال المشترك الجزائري الفلسطيني، وكان رفيق الرئيس الرمز الشهيد ياسر عرفات، فهو اليوم يقول لكم تحية صباحية. تفضل سي الحاج. شكرا لك، شكرا لك الدعوة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائي بناتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة لما أتكلم على يوم الشهيد، اسمحوا لي هنا تتحرك في العاطفة وأتذكر شهداء عشت معهم، شهداء دفنتهم، شهداء عانقتهم قبل تشهدهم، شهداء فلسطين وشهداء الجزائر. نعم، عشت مع شهداء ودفنت شهداء. ولذا اسمحوا لي إخوة الفلسطينيين أن أقول كلمات في حق شهداءنا الجزائريين. واليوم
يوم الشهيد الفلسطيني. نعم تذكرت شهدائنا منذ 1830 إلى 1962. إخواني أخواتي أبنائي بناتي، شهداءنا يعد بالملايين، ولكن المعتدي الصليبي الفرنسي خلى شهادة حية على تشريعيه. الفرنسيين حتى الآن عندهم آلاف جماجم من شهدائنا الذين قتلوا في الجزائر وحملوا جماجمهم للجزائر، والشعب الفرنسي متقدم متحضر كل يوم يزورهم. هذا الشعب المتحضر ما قدرش يوم من الأيام يقول عار علينا يبقوا جماجم جذبوهم من الجزائر، عار عليهم باش يقول نرجعوهم لأهلهم. هذا الشعب المتحضر يقول الأخوة والعدالة والمساواة. هذا الشعب اللي يقول اللي يعمل جمعيات حماية القطط، حماية الكلاب، حماية إلى غير ذلك. عفوا يا إخوان تكلمت، أعود إلى شهدائنا الفلسطينيين، لأني إخواني أبنائي والله لم أتكلم، أصير فلسطيني. نعم، وأقول نحن فلسطينيين إلى أن تسترجع فلسطين كلها. نحن في الجزائر فلسطينيين إلى أن تسترجع فلسطين. إخواني باختصار أقول أنا عرفت بعض الرموز الفلسطينية، عشت معهم، وهنا قبل أن أذكرهم أترحم على شهيد الرمز أحمد ياسين. وكما أترحم على الشهيد أبو جهاد الذي عشت في الذي حضرت دفنه في تونس، وكذلك الشهيد عرفات الذي سمم بأياد يقول فلسطين العربية. ولما أتكلم عن الشهداء إخواني، وكذلك الشهيد أبو العباس الذي قتله أميل كان في العراق، والقافلة قائمة طويلة. إخواني أقول في هذا اليوم لا أقول شهداء فلسطين، لأن شهداء فلسطين ليس في فلسطين فقط. مصر دفعت قوافل من الشهداء من فلسطين من الأربعينات حتى 73. الشعب الأردني دفع قوافل من فلسطين من الشهداء من أجل فلسطين. الشعب السوري، الشعب اللبناني كذلك. حتى الجزائر عندها شهداء أثناء المقاومة، وعندها شهداء في 67. والكل يا أخوان يعرفوا حي المغاربة تشهد منهم وشهد من شهداء منهم. وإذا أخوني أقول لإخواني لا نبقى نعود شهداء فقط، شهداءنا رحمه الله، ولكن علينا على شعب فلسطين والأمة العربية أن نجعل العدو الصهيوني يعد قتله. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا الحاج محمد طاهر المجاهد على هذه الكلمة. أنا مش عارف، أعتقد سي نزيه يعني مش عارف إذا كان فيه، ربما كل إخوة الفصائل إذا كانت فيه كلمة ولا حاجة. نخليه كلمة الاختتام الأخ هيثم بس بالسفارة دولة فلسطين مرة ثانية. ختامها مسك سي محمد الطاهر هو تاج على الرأس ويمثل كل الجزائريين. لا نطلب من كل فصائل الفلسطينيات المنسى لأخذ صورة تذكارية مع الحاج محمد طاهر والأخ نزيه بن رمضان إلى المنصة. لا
وانا وعلاش ما نجيش انا 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 عندي 70 سنة وانا تبعت مع بعض.